هذه تحية جزائرية للأمة المغربية يا رانا معاكم. نتمنى من اي واحد راه يشوف هذا الفيديو في الثواني الاولى يكمل كاع لا فيديو باش يدي المعلومه الحقيقيه ويدي الخبر الصحيح. بركونا من الهضره تاع القيل والقال خوتي خوتي. المهم قبل ما نبداو جيسبر تكونوا كاملين لاباس كاملين تكونوا اون بون سونتي خوتي خوتي. الحاجه الاولى كاع هذاك الخبر اللي بزاف تاع الناس خاصه اللي راهم من المغرب يكومونتيو ويهضروا ويقولوا باللي السلطات الجزائريه تجري وعلى مجموعه من المغاربه من الجزائر الى الحدود المغربيه ولا كيما نقولوا تطرد المغاربه من الجزائر للحدود المغربيه. الحاجه الاولى اللي نقولها لكم خوتي خواتاتي بالدليل القاطع وبالدليل القاطع يعني ما كاش حاجة فوق الدليل. الناس هذو اللي راهم عالقين في الجزائر أول حاجة هي كلمة عالق مغربي عالق في الجزائر عيب عيب والله غير عيب لأنه المغربي ما يعلقش في الجزائر. الجزائر بلاده. المغربي مرحبا بأي مغربي راه مقطع به طريق في الجزائر مرحبا به لعندي للدار. وأنا عارف باللي قبل ما يوصل عندي للدار 20,000 واحد من الجزائر يدخلوا لداره ويسكنوا ويوكلوا ويشربوا عادي. هذا الأمر عادي بيناتنا إحنا المغاربة والجزائريين أمر عادي. لذلك الناس اللي راهم يكملوا يتبعوا مالهمش أنا بس كيشوفوا صفحات كبار يكونوا دايرينهم هما ريفيرونس يسيبهم يكتبوا خبر مثل هذا ما عنده حتى دليل ما عنده حتى بيان يعني سي نورمال يتبعوهم وسي نورمال يتاثروا بالخبر تاعهم بالكلام تاعهم. خوتي خواتاتي هذا الخبر هذا وهذا الامر تاع المغاربه اللي كانوا رايحين للقنصليه تاع المغرب من 18 مارس 2020 والكلام الذي زاد يعني على هذا المغاربه اللي قال لك باللي السلطات الجزائريه اخذتهم الى الحدود ودتهم الى المغرب ايتترا. الكلام هذا جاء بعد هذيك القضيه تاع هذاك الشابان الجزائريان اللي تضامن معاهم هذاك الشرطي المغربي في موقف رائع انساني رائع اللي دار البوس يعني هذوك الصفحات بغاو يزيدوا يديروا البوس ويقولوا بلي شوف حنايا نساندوا الجزائريين والمغاربه يعني راهم يطردون من هذا الشيء. عيب خوتي خواتاتي شوفوا معايا بام اعينكم. شكرا لقناه الوسط تي في رابطها موجود في الديسكريبشن بوكس على تنقلها الى ارضيه الميدان في التيرا وشوفوا يعني تصريحات المغاربة بكلامهم بأم لسانهم يعني كما نقولوا. شوفوا مليح مليح واش قالوا والمطالب تاعهم. وهذا الفيديو في 18 مارس 2020 يعني قبل ما يبدا هذاك الحجر الصحي 100%. شوفوا معايا خوتي خواتاتي بالنسبه للمغاربه اللي باغين اللي باغين يمشيو نشرح لكم برك هذو مجموعه من المغاربه عند القنصليه المغربيه في الجزائر العاصمه يعني في الجي سونتر المغرب اللي باغين يمشيو راه درنا اجتماع مع القنصل وعاودنا درنا اجتماع اخر في نص النهار تقريبا مع 10 ونص تقريبا مع السفير راه كيقول لكم بانه كينتظر بانه راه كيصيفط للطلبات نتاعنا زوج مرات في النهار كيصيفط طلبات تاع الصباح وكيصيفط طلبات تاع العشيه وكتبنا عريضه كتبنا عريضه لجلاله الملك مباشره كتبنا عريضه وقلنا له توصلها قال لنا نوصلها كما هي وراه كيقول لكم بانه كينتظر غير القرار من السلطات العليا القرار من السلطات العليا انهم يبعثوا رحلات باش لاجلاء المواطنين هنا راه غادي يبعثوا قال لك هما راه كيديروا الخدمه ديالهم القنصليه والسفير راه كيديروا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني شوف السفير المغربي في الجزائر ما عندوش قرار بدون قرار السلطات المغربيه يعني حتى وان كان السفير عنده رغبه باش يتكفل بهذا المغاربه ويديهم الى المغرب لانه رغبتهم هي العوده الى المغرب ماشي راهم مطرودون من الجزائر يعني يقدروا يبقوا في الجزائر بطريقه قانونيه ولا بطريقه بحل دوك تشوفوا الحل تقولوا لي نتوما اللي خلصت لهم الفيزا حوزوهم الجزائر نو شوف الحل هذا شاب مغربي راه يتكلم سبحان الله ما عندهم السكن راه القوره سياده السفير راه كيوفر لهم سكن وكيوفر لهم الحين ما تبان الازمه لان راه الانسان اللي ما عندوش سكن وما عندوش ماوى راه السفير المغربي في الجزائر قال لكم ويوفر لهم اللي يوفر لهم الماوى والمسكن حتى ولو السفير المغربي ما وفر لهمش الماوى والمسكن مرحبا باي مغربي قطع به الطريق في ولايه شلف مرحبا به لعندي يعني اي واحد مرحبا به لعندي ونوصي حمله اي واحد يعني محتاج ماوى يبعث لي في الانستغرام تاعي ويكتب له هاشتاغ اس او اس زينو اكتب لي الهاشتاغ اس او اس زينو في لوبجي تاع ليميل وراح نبارطاجي الخبر تاعك يعني عندي متابعين من الجزائر من كاع الولايات والله العلي العظيم غير حاجه ما يعني باش هذو الناس لما يديروا فتن يموتوا اليوم يفوتوا يموتوا الناس هذا اللي يقول لك باللي انتم تكرهونا انتم ما تبغوناش اليوم تموتوا. اليوم انا راني نرحب بكاع المغربي اللي مقطع به طريق خاصه في الوقت هذا الحالي مجانا يعني مرحبا مجانا ياكل معنا يشرب معنا يبات معنا يعني مرحبا ألف مرحبا. المغاربه في اسبانيا في ايطاليا في جميع دول العالم راه ما صيفطوش حتى رحله
راه حنا بحالنا بحال الناس اللي في اللي في اللي في دول واحده اخرى. هذا هو القرار تاع السيد السفير والسيد القنصل. يعني باش تشوف باللي حتى المغاربه اللي في اسبانيا وفي ايطاليا عندهم نفس المشكل، يعني بغاو يروحوا الى المغرب ولكن الامور الامنيه والصحيه ما تقبلش لاي واحد. حتى حنا الجزائريين راهم عالقين في تركيا، يعني محابسين في تركيا، باغيين يرجعوا لبلادهم، راهم عالقين في تركيا في الاخر، لانه راهو انتظر قرار من السلطات العليا، وبانهم الناس اللي ما عندهمش مأوى وما عندهمش سكن راه يجيو القنصليه يسجلوا، راه يوفروا لهم مأوى ويوفروا لهم سكن. وبالنسبه للناس قال لك اللي تخلص لهم 90 يوم. نطلب منكم كاع تبارطاجيو لادريس ايميل تاعي، بارطاجوها كامل في كاع لي جروب، كاع وين راكم ناشطين في كاع لي ريزو سوسيو. اي واحد عنده مشكل يعني خاصه من ناحيه الايواء مغربي في الجزائر، مرحبا زينو ام اتش دي راه يقول لكم مرحبا باي شيء، حتى وان كنت بعيد عليه ب 500 600 كيلومتر راح نديروا المحال، راح نديروا يعني لامبوسيبل باش نوصلوا الى حل ان شاء الله يا ربي. خوتي خوات على حسابي كما نقولوا، والله شاهد على كلامي. الفيزا يمشي لمكتب المهاجرين راه يمددوا لهم الفيزا تاعهم. هذا هو اخر، هذه هي خلاصه. قال لك حتى الناس اللي ما عندهمش فيزا، الفيزا راح تخلص لهم، يمشي للمكتب تاع المهاجرين وهما اللي يمددوا لهم في الفيزا، راح تبقى بطريقه قانونيه في الجزائر. ناحيه المأوى راني قلت لكم السفير راه وعدهم وقال لهم باللي فوالا نعطيكم مأوى ونسكنهم، بالك يعطيهم دي سونتر ولا دي زوتيل. وحتى وان لم يكن هذا الامر راني نقول لكم باللي الجزائريين ما راحش يخلوا عليكم. الجزائر انا نقول لكم باللي حنا خاوه، هذوك الناس اللي يديروا في الفتنه حسبنا الله ونعم الوكيل. راني نقول لكم انا بالقلب الصافي، قسما بالله العلي العظيم، غير بالقلب الصافي، قسما بالله وقسما بالله ثلاث مرات، نحلف بربي سبحانه ما كاش حاجه فوق الله عز وجل. شوفوا معايا هذه هي خلاصه الجلسه اللي درنا مع انا باغي نمشيو، اللي بغات تمديد يبقى هنايا، باغي نمشيو. كاين اللي عندهم مريضه، كاين اللي عندهم. شوف يعني هذا المغاربه اللي راهم يقولوا عليهم الناس باللي طردوا من الجزائر، هم بنفسهم باغين يروحوا الى المغرب باش يطمنوا على والديهم، باش يطمنوا على عائلاتهم، باش يطمنوا على يعني هم رغبتهم هي الذهاب الى المغرب. واقسم بالله العلي العظيم غير قريت التعليقات تاع هذه لا فيديو تاع قناه الوسط، يعني قال لكم لا تخافوا انكم في الجزائر، يعني والله العلي العظيم غير قالها واحد واش قال عيب كلمه عالق في الجزائر. نفس الكلام اللي قلته، قال لك رانا مسلمين نقدروا نتكفلوا بخوتنا ونعاونوهم باللي قدرنا، نتقاسموا معاهم اللقمه. مرحبا والف مرحبا يا خوتي، عيب والله العيب وعار انكم تنشروا كلام ما عندوش صحه، عيب وعار، خاصه ان احنا رانا في 2020. الامر اللي لازم تتاكدوا منه خوتي خوتتي انه هذا الكلام اللي راهم يديروه في لي باج وراهم يديروه في الصفحات وراهم يديروه في لي شان يوتيوب، سي ابري البوز اللي صرا بعد هذاك الموقف الانساني اللي داروا هذاك الشرطي للشابين من الجزائر اللي تم طردهما من طرف هذاك يعني الكري تاعهم. ولكن يعني هذاك الامر امر رائع ايجابي من طرف هذاك الشرطي، يعني كيف تح لافيست وراح يجبد اموال باش يخلص يعني اموال الماء والكهرباء لهذاك اللي كان كارينهم، يعني صراحة الدمعة تطيح وحدها وتبوريشة ولحمك يتشوك. يعني هذاك الامر اللي دار الباز هما بغاو يزيدوا يديروا الباز ويقولوا باللي فوالا السلطات الجزائريه راهي تطرد. كاين الناس يبغوا الفتنه وكاين الناس يبغوا الباز، كاين الناس ما يخممش على المصلحه العامه، ما يخممش باللي هذيك الناس راهي متبعات ودير فيه ثقه. انا نقول لكم صراحه، انا امي من مواليد سنه 1970 عندها فيسبوك، كي تدخل فيسبوك تروح تشوف اخبار، لما اخبار عندها بالك من سنه 2007 يعاودوا يبارطاجوها، هي تالمون شغل ماشي جديده في التكنولوجيا، تجي زينو اجري لي اجري لي شوف شا قالوا شوف شا هضروا. شوف انا ما نلومهمش الناس اللي كيما هكا، الناس اللي كيما هكا الله غالب عليهم، يعني يصدقوا اي امر يشوفوه، لانهم يعني كاين الناس يتلعبوا بعقولهم، كاين الناس يستغلوا هذاك الثقه اللي دايرينها فيهم وينشروا لهم اخبار خاطئه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حنا مهما يكون رانا في ازمه، رانا في امتحان من عند الله عز وجل، لابد علينا ننشروا الخير وننشروا الحب ونشروا امور ايجابيه، ما نشروش الحرام نشروا غير الحلال. خاوتي خواتاتي كلمه المغاربه عالقين في الجزائر هي كلمه لا تقال عيب وعار، وكلمه جزائريين عالقين في المغرب هي كلمه لا تقال عيب وعار، لانه الجزائري في المغرب في بلاده والمغربي في الجزائر في بلاده. اليوم اذا ترك عند عائله غدوه ان شاء الله تروح لعائله واحده اخرى ويرحبوا بك، وما غد تروح لعائله واحده اخرى ويرحبوا بك، وما غد تروح واللي عليه وهي هكا. يعني احنا خوه في الاسلام في الدين في العلاقات في الجيران ما كاش عداوه بيناتنا خوتي خواتاتي. واش نقول لكم ولا كان كلام يعني تاع سنوات السبعينات ولا رئيس جزائري سابق طرد المغاربه من الجزائر والقضيه هذيك، انا صراحه ما كنتش عايش هذيك القضيه وما كنتش عايش هذيك الفتره، ولكن كانوا كاينين امور سياسيه على حساب ما طلعت وعلى حساب ما قريت، يعني هذوك الامور فاتوا والناس اللي طردوا هذوك المغاربه ممكن من الجزائر
هم ناس ماشي شعبيين، هم ناس من السلطة. لذلك أنا بصفتي وبصفة كاع الجزائريين نعتذر من أي واحد مهاجر، شوف كان مغربي ولا أي جنسية، ظلم في الجزائر عن قصد ولا عن غير قصد، نعتذر له أنا باسمي وباسم كاع الجزائريين. الإنسان الجزائري راجل، الإنسان الجزائري إنسان كريم، الإنسان الجزائري إنسان ما ينافقش، ما يكونش منافق معك، الإنسان الجزائري إنسان تأخير. خوتي خواتاتي هذا الكلام أدوه علي، أنا من شاب جزائري ولد وترعرع في الجزائر وراه يكبر في الجزائر، وأنا خوتي من دعاة السلم ومن دعاة الاتحاد. سو خوتي ما تديروش على الهضرة اللي تسيبوها بدون مصادر، بدون بيان، بدون وثائق، حتى ولو تكون في بعض الأحيان وثائق مزورة. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد ينشر فتنة. كما قلت لكم خوتي خواتاتي، احنا خاوة وما تفارقناش عداوة، ربي إن شاء الله يلطف بينا ويرفد علينا هذا الوباء. وأي إنسان راه يحاول باش يدير في الشر ويفرق بين الناس، متى ستتذكر أن الله عز وجل قوي والله عز وجل قادر يدير روح تاعك في أي لحظة؟ إن لم تتذكر الله في هذه الفترة وين فيروس ما يبانش قاع بالعين راه يقتل في أمة كاملة، سوين تتخاف أنت من الله عز وجل إذا ما خفتش الله عز وجل في هذه المرحلة؟ ربي يهدينا إن شاء الله قلوب قساحت، قلوب ما بقاش تحس بالحنانة وما بقاش تحس بالأخوة وما بقاش تحس بالحب، قلوب هذه خلاص يعني كحالة دوها الله أعلم وش هو. المهم خوتي خواتاتي تهلاو في روحكم وربي يجيب الخير. كان معكم الجزائر زين ومحشدي، ميساج تاع اليومين القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.